السلام عليكم، مرحبا بكم في يوم جديد مع الشيف عز الدين. اليوم قررت انني نقدم لكم واحد لاصالات، صالات سيزار، يعني سلطه ديال سيزار اللي كتحتوي على هاد لاصالات هادي اللي كتسمى لا رومان. تقاو تخاو في محلات يعني كاينه موجوده، ولا ما بقاش دير غير الخص عادي، غير هو الا قلبتوا عليها هاد ودرتوا في هاد المكونات كتجي لذيذه جدا. كنحتاجو السيفي دي بازيليك يعني الحبق، 200 غرام دو بلون دو بولي يعني بلون دو بولي بحال هكا، غنوريكم الطريقه ديال المارينات كي دايره. كنحتاجو لواحد 30 غرام ديال بارميزون بحال هكا، و 30 غرام بارميزون او كوبو يعني اون بودر من الاحسن، ولا بحال هكا انا حكيتو في الدار. كنحتاجو 50 سنتيمتر ديال لاكريم، كنحتاجو 3 غوز داي يعني 3 ديال الرز ديال الثومه. الخبز اللي لاحظ معنا الحلقه اللي فاتت، الخبز طيب بهذه الطريقه هذه يعني كتحافظوا عليه يعني ما كيخسرش يعني كيصلح في السلطه. كنحتاجو لي زو اوف ديو جبيضات مسلوقين، ملحه، بزار. بالنسبه لهذه انا خديت لا طوندوري، تقدروا تعوضوها بابريكا ولا شي حاجه حسب المذاق اللي بغيتو نتوما في البولي ديالكم، يعني سي با سي فاكولتاتيف، يعني بغيتي دير ملحه وبزار يعني سي با بروبليم. هادشي اللي كنحتاجو، وماشينه كالعاده بحال هكا باش نطحنو. باش نربحو الوقت غنبداو نقطعو البولي ديالنا ونخليوه التمارينا يعني على المباشر. يعني كتقطعو بالطريقة هادي رقيق، ديرو ليه الزيت ديالو، ملحة، بزار، ولا طوندوري اللي عندو الحارق يدير شويه ديال الهريسة ديال بابريكا فور، يدير بابريكا جوست نورمال يديرها حتى هي، يدير الكوري، يعني الادوار ديالكم اللي بغيتوها. المهم عندنا في هادشي هو لاصوص. انا غنحضرو لاصوص ديالنا، يعني طريقه سهله جدا. نديرو الثوم ديالنا، نديرو بارميزون، نديرو بازيليك، نديرو شوية كويل دوليف، زيت الزيتون، كما كتلاحظو درنا جميع المواد ديالنا لداخل، ولكن الاغلبيه يقولوا ما درتش شي زونسو. كنديروا لي زونسو في لاصوص سيزار، هامه جدا من المكونات الاساسيه، ولكن بعض الناس ما كيبغيوش لي زونسو. انا غنديرهم اليوم، واللي بغى يديرهم يديرو، ما بغاش يديرهم ما يديروش، يعني فهمتيني، يعني هذا القرار يرجع ليه هو. ديروا بحال هكا. وبالنسبه للحبق كذلك المثال، الحبق حتى هو اختياري، يعني ما كاينش في هذاك، ولكن ملي جربت هذا الحبق هذا عجبتني بزاف. انا اصلا ما كنتش كناكل لي صالات سيزار، ولكن ملي جربتها بهذه الطريقه هذه عجبتني بزاف. باش تربحو شويه الوقت كنخلو الخليط ديالنا يتصحن، نطيبو البولي ديالنا بعد ما خليناه يرتاح واحد 15 دقيقة. نديرو لاكريم، نخليو تطحن لمدة 5 دقائق، طحن مزيان ونرجع لكم بعد 3 دقائق. رجع لكم جديد، انتم كما لاحظتوا معنا الصاله دايم مقطعه بهذه الطريقه هذه. الصوص ديالنا وجدات، البولي ديالنا طاب، البيض، بارميزون،
شويه ديال الطوماط ولينوا الخطون و لا ديكوراسيون. نبداو التحضير ديال الصالاد ديالنا. نجبدوا الصالاد ديالنا كنجبدوه بهذه الطريقه هذه. نديروا الصوص ديالنا. يعني اللي كيبغي بزاف ديال لي صوص يديرها بزاف، يبغي شويه يدير شويه، يعني ماشي مشكل عندنا. لا كونتيتي حركوا بهذه الطريقه هذه، ما كاينش حركوا بهذه الطريقه هذه. قطع الفولي ديالنا على حسب الرغبه، بغيت يبقى كبير انا كنفضل يكون اون غو مغسو كوم سا، فحركوا بهذه الطريقه هذه. الطريقه هذه نجيبوا لاسيت ديالنا، نديرو الصوص ديالنا على الطريقه هذه. البولي ديالنا الطريقه هذه تكون بيان غارني باش نشوا ولا ديكوراسيون. كنديروا لي طوماط ديالنا، بارميزان نكوبو لكن نديروا الكروتون ديالنا، خبز قرمش يعني. كما قلت لكم اللي بغى يزيدهم يزيدهم، انا كيعجبوني في السلطه سون ريش اون فيتامين. طون البيضه ديالنا بالطريقه هذه، اللي بغى يخليها مجموعه يخليها، يعني ما عندناش مشكل في الديكوراسيون ديالنا.